الشمس تروح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغم حب وهمسة تروح دقات ولا على غارب من محروقة ده حرق يا باي تشيل على قلبك من مين يا حاج الله وانت مال اهلك يلا اروح اشوف شغلك يلا حاضر يا حاج هتخلص يا عم حاضر يا حاج ماشي يا شادي اعمل ما بدالك والحساب يجمع شو يعني ضربه؟ شو يعني ضربه؟ ضربه يعني ضربه كم معنى في للضرب؟ ايه بس ليش لحتى يضربه؟ ما بعرف ميرا انه رياض دم محامي وما بعرف شو طلع براسه لكن ماما لا تلفي وتدوري علي ايه؟ ما عم بلف ودور عليك شو بدك قلك يعني؟ شو في بينك وبين أصيل؟ كل شيء منيح لك ما بصدق انت كيف بتصدقي حالك هيك ولك هيدا المحامي تبعنا يا الله واذا المحامي تبعنا يعني انت عن جد مش معقوله لك هيدا المحامي تبعنا اللي بده يدافع عنا ويجيبنا حقنا والله اذا نور بيعرف لقيم الدنيا على راسنا وما بيقعدها ايه وما يقعدها ليك ايه هي العلاقه بدها توقف سامعة بدها توقف هالعلاقة ماما ما عم بمزح
اهلين. يا سلام فادي. شكل الاكل طيب. كبه لبنيه. ايوه. اذا الكبه اللبنيه بتخليك مبسوط هيك، اليوم بنعمل لك كبه لبنيه. صرنا نستغرب الابتسامه على وشك. هلا هذا اللي طلع معك بالاخير. فعلا يعني صرنا زمان ما شفناك هيك مبسوط ومشقريق. يعني ما في شيء بضل على حاله. مظبوط. كبه يا امير. انا عايز افهم، هو ابوك الهلاس ده ما اعتقش ولا واحده ست؟ شوفي كمان ابوك المحترم طلع كمان صاحب الحاج بعد صاحبه. صاحب مين؟ رهاب. تفضلي مدام. جربتي تحكي من خطي؟ جربت ما رد. حاولت من خط البيت كمان. طب وين بده يكون راح يعني؟ اكيد راح لشي محل يفش خلقه. معلش لازم هيك. احسن من لا سمح الله هالخبريه تروحوا. ما تخافي عليه ما بيشي. جربت اتصل فيه من شوي وخطه مشغول، يعني عم يحكي على التليفون وما بيشي. الاحسن انك ضلي عم تحاولي. لازم يشوف انك مهتمه تحاكي لتعتذري. ملك على شو بدي اعتذر؟ قليلة خدت البدان مدام؟ قليلة؟ حتى لو كان كلامها غلط بغلط، بس هو مصدوم وحقه. أنا لو بداله بجن. عن جد هو كان كتير أكابر، والله مو سهلة. إيه؟ عشان بقلك ليه ما عم تردي؟ ست رحاب، القصور لازم تخبري بنتك ماريا. ما بصير تعرف من برا. ومو بس هيك، لازم كمان تسأليها شو رأيها. بلكي بتقدر تكون واسطة خير. واسطة خير شو؟ وبشو؟ أنا رح خليكم لحالكم. شو القصة؟ هبطولي قلبي. أنا ما بقى أحمل ماما شو فيه. لا حبيبتي ما تخافي، ما في شي بخوف. بس في قصة قديمة رح تنفضح وما كان لازم حدا يعرفها. بالله شو؟ وشو هي هالقصة؟ بالزمانات أنا أخذت مصاري من شخص، مبلغ كبير، وبس سمر بتعرف بالقصة وجاي هلأ تفضحني وتقول إنه أنا كنت على علاقة فيه. بس والله والله بس أخذت منه مصاري. خير يا حاجة؟ قلقتني عليك، خليتني اجيلك جري. نعم يا اخويا. بقالك نص ساعة في الطريق وبتقول لي جاي جري. طب الحمد لله يا اخويا ان انا ما كنتش بموت. بعد الشر عليك يا حاج، ان شاء الله اللي كروك واحد واحد واحدة واحدة. هنبقى نشوف ساعتها يا اخويا، هنبقى نشوف. بقول لك، انت تعرف الواد شادي ابن عمك ساكن فين في ابو ظبي؟ سيدي يعرف شادي ساكن فين في ابو ظبي، بس ما قلتليش. تعالي سيد يجيلك بسرعه عليه كده. يا جرأة طين على ام الغباوه اللي في دماغ امك. يلا ادو امشي من وشك، غور من وش السعادة. الله يخرب بيت امك وحبايبها. حبيبتي هلا اللي صار صار، بس يلي مش طبيعي انه قصه قديمه هيك تجي هلا بعد كل هالسنين تخرب لي بيتي. يا عمي والله انا ما بستاهل كل اللي عملته لحتى ساعد بيك. كانت حالته بالويل، ما بقى معه مصاري، قلعوه من شغله، شو كان بدي كاني اعمل؟ ماما قولي لي منو هيدا الشخص اللي اخذت منه مصاري بلا لف ودوران؟ مين؟ مش مهم. لا ام بلا مهم. فريد. فريد نوح. شو؟ فريد نوح؟ مشان هيك سمر تجيبي سيرتها هاي المردة على لسانك؟ اوعك. اتهمتني قال اني انا مصاحبته لفريد. فشرت، انا اشرف منها ومن عائلتها. لك شو عم بيصير لهالناس؟ ولك انت شو صار لك تعملتي هيك؟ اذا حدا بيجيب سيرة سمر بتفضحي عرضها وما بتخلي كلمة بحقها، وانت اخذي مصاري من الزلمة من ورا جوزك، ولك خافي الله ولك يا امي. ماريا
حبيبتي دخيلك اوعي تقولي شي لبيك، ما لازم يعرف. انا لهلا قايلت له انه القصه كذب، اذا عرف انه ما في ورثه بيروح بالسكته، دخيلك بينخرب بيتي. والمعتر مصدقك ومصدق قصه الورثه تبعك؟ ما مصدق. والولاده بيعرفوا؟ خرب بيت ولاد الحيوان اللي اسمه رياض. انا يا فاتن يعمل معي هيك؟ انا سيلت بلاي اسيل، ما تعمل له شيء اوعك. ولسه بدك تحامي له ولاد الحيوان؟ بشرفك ما تكبرها. ميرا عرفت انه في شيء بيناتنا وهددتني اذا رح تشوفني معك رح تخبر نور. كيف عرفت؟ المهم عرفت. قلتي لها انت ما؟ لك فاتن معقوله؟ معقوله انت شبكي؟ والله العظيم ما عدا ما عرفك. لك ليش هيك عملتي؟ ليش؟ خلص اسير، عرفت وخلص. بتعرفي شو معنات انه نور يعرف انه في شيء بيناتنا؟ انت حضرتك متخيله الكارثه اللي رح تصير؟ هذا معناته انه تاني نهار بيقول لي حليق، وهذا الشيء يا ست فاتن رح يخرب بيتك انت وبنتك وبيتك كمان وبيتي طبعا. شو بدك نعمل؟ بدك نترك؟ نترك؟ لك فاتن معقول الحكي؟ 30 سنة صرنا مع بعض عمر، وبعد هذا العمر جاي عم تقولي لي نترك؟ الله يسامحك عمر. ليش مرة بعمرك فكرت تترك مرتك وتعيش معي؟ هلأ بكل الأحوال خلينا نخلص اللي نحن فيه، ولو وقتها منشوف. الله وكيلك إذا صار كل شيء منيح حياتنا كلها رح تتغير. كيف رح تتغير؟ هلا لو وقتها بتشوفي. اهم شيء لاقي لي حلي مع هذا اللي اسمه رياض، ولا تقولي لي انه رح تضلي معه بزعل منك. حلو لما فتت ما عرفتني، يعني ما حدا رح يعرفني. عجبك اللوك تبعي؟ يا مامي احكي اللي بدك اياه بس بعدين. هلا ساعديني قولي لي شو اعمل. بكره بتنعرف القصه وين ما كان ومنفضح منتبهدل. هي اذا بيك ما طلقني. بابا مستحيل يعمل هيك، مش ممكن يتركك. انت بتعرفي ما بيستغني عنك وبحبك قد الدنيا، بس القصه بدها شويه وقت ماما، مش بين ليلي وضحاها. اكيد رح يتفهم ويسامحك بعدين. او ليك انت قادره تسامحيني هلا؟ لا، بس بعدين إلا ما سامحك. والله عملت كل شيء مشانكم ومشان أبوكم. وقتها تهجرنا من الحرب وجينا لهون نشتغل، صرنا أصحاب نحن ومنى وجوزها وعائلة وحدة مثل الإخوة، وهني الله فتح بوجهن ورزقهم وصاروا فوق الريح. ونحن كان وضعنا مش منيح، بي كان عتال علمينا وما عاد معنا مصاري. شو كان بدي كاني أعمل؟ ضلني واقفة وساكتة ولا ساعدكم؟ ما حدا قال تضلك واقفة وساكتة، بس هيدا جوزك ماما، لازم تتشاركي انت وياه وتلاقوا حل. معقولة هيك غدرتيه بظهره كل هالسنين ومفكر حاله وعم يشتغل بعرق جبينه وانت عاملة هيك عاملة؟ شو عم تحكي انت؟ دخيلك يا ماريا، أنا خايفة من اللي رح يصير، خايفة ومرعوبة، مش عم بعرف فكر، مش عم بعرف شو أعمل. ما بدي وحدة مرتي مثل هاي تخرب لي بيتي هلا. مش الحق عليها يا حبيبتي، هاي القصة قديمة
واكل الدهر علي وشرب. كان لازم تموت وقت اللي مات الزلمه. خلصنا، الزلمه مات، خلصت القصه. بعدين ابوكي شو فرقاني معه منين جبنا المصاري؟ المهم اشتغلنا وقبينا على وجه الدنيا وصار عنا اسمنا بالسوق وما بدينا ايدنا لحدا. ما بدينا ايدنا لحدا؟ كيف يعني؟ هلا هاي هي الجمله اللي توقفت عليها اللي ساعه بحكي. مرحبا. هاي فادي. هاي ماريا. انا بعتذر اذا كنت عم بقطعكم عن شيء. لا تفضل، اهلا وسهلا فيك. انا رح اطلع ارتاح، تعبيني شوي. ماريا، أنا عرفت القصة، ما في داعي تتكركبي. سمعت وبصراحة ما كتير استغربت. فريد نوح كان عايش حياته بالطول وبالعرض على حساب كل شيء، ما كان يفرق معه لا سمعة حدا ولا بيت حدا، والغريب أنه كان يحصل على كل شيء بده إياه. بس أنت فادي فهمان القصة غلط. هي سمر مصرة انه كان في شيء بيناتهم، بس ماما عم تحلف 100 يمين انه ما صار شيء. كل اللي عملته انه اخذت منه مصاري، وسمر مصرة انه بيك مش ممكن يعطيها مصاري اذا ما في انها. هي كل الخبرية، ماما حلفت. ايوه، معناتها سمر خانم ماشي عم تحكي بقصة تانية تماما. هي لازم تنضب. بس على كل حال المصيبة وقعت. هيدي فضيحة، البيت رح ينهد فوق راسنا. انت بتعرف بابا شو ممكن يكون موقفه هلا؟ ما بعرف، لا عم برد على التليفون ولا عارفين هو وين. من يومين صار مشكله كثير بسيطه، كان عامل جلطه. هلا شو حيصير فيه؟ مش عارفه. معك حق. طيب بتحبي روح دور عليه بشغله بالمينا او عند شي حدا من رفقاته مثلا؟ لا لا لا، دخيلك فادي، لانه اذا عرف انه كنت انتوا عرفتوا رح يكون مقهور زياده. خليه هلا بركي بيروق. معه حق. شو ما عمل معه حق. أنا إذا بحط حالي محله بجن. تروحي مشوار تغيري شكل؟ وين بدي أروح وين بدي أجي فادي؟ مش شايف الوضع اللي إحنا فيه؟ بالعكس، أنا برأيي أنتوا لازم تطلعوا من البيت لحتى يقعدوا أهلكم مع بعض ويحكوا ويتصافوا. أيوة، وهيك بينطفوا بعض على رواق وما في مين يردوا فادي. أنا شو بيعرفني إنه أهلك اليوم بده يطلعوا لنا بفضيحة؟ الله يسامحك يا زلمة، كنت خبرتهم كانوا أجلوها. الساعة 9 بتكون السيارة نافطك على باب البيت مشان تجهزي حالك. يا أخي افهم علي، أنا ما عم أقول إنه ميرا رح تدخل شريكة معنا من الأرباح. أنا كل اللي عم أقوله إنه اسم ميرا حناخده ونحطه على الشركة بمصر. بهالحالة هي بنرفع الحجز، بصير في بين إيدينا سيولة ونمشي قصة الموظفين. يا سيدي أنا مش مختلف معاك، بس كان هيحصل إيه لو كنت قلت لي قبل ما تعرض عليها؟ هلا بهاي معك حق، حقك علي، بس دير لك شغلة. أنا زعلان منك ومتضايق. الله العظيم أنا كنت حاسس إن إحنا نوصل لكل ده. إيه طبعًا، كنا رح نوصل لهون صحيح. مين قال لك انه انا مسامحك على انه تركت الشركه هيك تفلت وتسيب من بين ايدينا؟ انا نور بتقول لي كده؟ انت من الاساس ليش تشارك واحد مثل هاد زفت؟ بس انا بعرف ليش. اخذت لك عقلك الست يسرى. وما بعرف، يا خوفي القصه ما تكون خلصت. خلص يا نور، عشان انت عارف انت بتقول اي كلام دلوقتي، وانت عارف كويس ان الحكايه خلصت وملهاش اي اساس. يسرى، اسمع. هاني انا شفت سلامه في الشارع. ايوه شفته والله، وقعدت اضرب فيه قدام الناس لحد ما وقع على الارض. الناس كلها كانت حاسه ان الحق معايا انا، محدش في الشارع دافع عنه. الكلب ده، الكلب، انا ما شفتش اوسخ من ده بني ادم. طب ما تعرفيش هو فين دلوقتي؟ انا ما فهمتش حاجه وما كنتش شايفه قدامي اصلا. ده حيوان وما يجيش الا بالضرب،
ورحمة أمي لو كنت موجود لكنت مسحته بكرامته الأرض. اهدي انتي بس، لازم نفكر هنجيبه ازاي. عندك حق، أنا لازم أهدى دلوقتي عشان أعرف أفكر. طيب ومعرفتيش منه ودى لو حد فين؟ أكيد باعه. مش غريب على واحد حيوان زي ده، أكيد باع اللوحات. خلاص انتي عموما سيبك من الموضوع ده وأنا هتصرف، ورحمة أمي ما أهدى إلا لما أجيب حقك وحقي. ميرا بونسوار. بونسوار، فينا نحكي كلمتين هون؟ يعني اذا بتحبي نحكيهم فوق او نقعد شي محل مش مهم، المهم تسمع كتير منيح اللي بدي اقول لك اياه وبتحطوا حلقه بدينتك. علاقتك مع ماما بدها تنتهي وفورا. يعني هو بغض النظر عن شو عم تحكي، بس مانك ملاحظة انك عم تحكي بطريقة بشعة؟ يا بنت انا قد ابوكي ورفيق ابوكي ومحاميكي واكبر منك. بس انت ما عملت قيمه لا لعمرك ولا رفتك مع ابي ولا حتى لمهنتك، فلا تيجي هلا تعطيني درس بالاخلاق وتلومني على طريقة حكي. بتعرف إنه ممنوع يكون في علاقة بينك وبين موكلينك أو خصوم موكلينك يا محترم؟ بتعرف لو يعرف نور بهاي العلاقة شو رح يساوي؟ أنت ملاحظة على حالك؟ كأنك عم تهدديني؟ أنا ما عم هددك، أنا عم حذرك، لأنك إذا ما وقفت هالعلاقة ببساطة رح أستغني عن كل خدماتك. بعد هيدا كله فادي. تفضلي.
بعرفك بتحبي السمك ف يعني هيك ما في شيء، شوية سمك وشوية أشياء تانية بس كثير هالقد. مالك مبسوطة؟ بلا مبسوطة كثير. هذا أهم شيء، أنا بس بدي أشوفك مبسوطة وبدي إياكي تعرفي إنه بالدنيا في شغلات حلوة ممكن نعملها. وهي عصير بردان. صحتك. صحتك. لما إجاني عرض الشغل عندكم سألت عنكم كثير، كل اللي سألتهم شكروا فيكم وقالوا كلام منيح. طيب الحمد لله سمعتنا مثل الفل. بس الحقيقة مو هيك. عشان عم تلمحي؟ على كل المشاكل اللي عم تصير بهذا البيت والفضايح اللي عم تطلع قدام عيوني. شو هاد؟ شو هالحكي هيدا؟ عن شو عم تحكي؟ أنا بعرف منيح عن شو عم بحكي. عدي لقلك، بنتك لونا ما في شي بيدبها أو بلمها، وآخر شي بهمها سمعت عيلتها. بنتك اللي كبير العقلة لسه ما لحقت تفرض أغراضها ببيت جوزها واتطلقت، وهلا فضيحتك أنت. عملي معروف ملك، أنا ما بعمل فضايح. هاي سمر كذابة، كل اللي عم تقوله كذب. يا مدام أنا مالي شايفة إنه إلي لازمة بهذا البيت، أنا ما بنفعكم بشي، وأنا حاسة بصراحة ما بستحمل ضل بهذا البيت أكتر من هيك. لا ملك لا، ما فيك تتركيني هلأ، مين خرب بيتي؟ أنا بحاجة لإلك. بعدين شو بيقولوا الناس عنا؟ ولا سمعة ولا هاوس كيبر؟ يا مدام أنا شغلتي هاوس كيبينج، يعني مدبرة منزل، دير بالي على البيت وعلى السمعة تبعه، والكلاس تبعكم بس قدام الناس. يا مدام لا تواخذيني بهالكلمة، وهذا البيت ما بإيدي سوي له شي. أنت جوا عندك شغالة تجلي تنظف وتطبخ، مالك محتاجة لخبرتي. ملك بليز ما فيك تتركيني هلأ، شايفة البيت كيف خربان. يا مدام حبيبتي شو رأيك زدلك معاشك؟ ايه بعرف انك عم تتعبي والبيت كبير وفي كتير شغل، بزدلك معاشك. مدام مو هيك القصة. 25% بزدلك 25% منيح، وبعطيك نهار ونص فرصة. ايه شو بدك احسن من هيك؟ لقيت حجة لميرة، يعني بعد المشكلة اللي سويت لي صرت بدي لقي حجة، أمتين بدي أطلع وأمتين بدي أفوت. طيب هيدا موضوع المحامي تبعك الحقير ما رح جيب سيرته هلا، بس في سؤال بدي أسألك إياه وجاوبيني بصراحة. شو بدك تعملي؟ روح علي شوي شوي شوفي. طلعي فيا منيح وجاوبيني بصراحة. فاتن انت بتعرفي انه رحاب يعني كان في شيء قصه بينه وبين فريد نوح؟ لا ابني بدي اعرف. لا ما تستغبيني، سمر بقت وحكت كل شيء، انت كنت بتعرفي ولا ما بتعرفي؟ منين بدي اعرف؟ طيب لما كنت مع فريد نوح بالصدفه هيك ما لمح قدامك بهالموضوع؟ معقول انت انه بدك فريد نوح يقعد يخبرني عن غراميته؟ طيب هي رحاب ما جابت لك هالسيره ولا مره؟ لا اكيد اكيد انه هي قالت لك شيء انه خبرتني؟ لا بس انا بعرف يعني انتم النسوان وقت اللي بتقعدوا مع بعضكم بتصيروا تفضفضوا وتحكوا، قالت لك ولا ما قالت لك؟ انت شو فرقة معك؟ مش انت معيت بدك اياها؟ لا هيدا غير شيء، هيدي خيانة، هي خانتني. والله؟ ايه شو بتفرق معك يعني؟ بتفرق شو قصتك انت؟ هيدي قصص بتصير فيها قص رقاب. والله شو يا حبيبي؟ قص رقاب شو؟ انه
انت الوحيد اللي ما بحق لك تحكي. ليه؟ مش معبي لك عينك؟ شو دخل هلا معبي لي ولا؟ حبيبي انت شو عم تعمل هلا؟ انه مش نينيتكن عم تلعبوا من ورا ظهر بعض؟ لا مش نفس الشيء. كيف مش نفس الشيء؟ مش انت هلا عم تخون رحاب؟ طيب بس انه يعني انا كاتب كتاب عليك وتانيا انا رجال. والله ما هي مشكلتكم انتو رجال، بتحللوا لحالكم وبتحرموا على غيركم. تعرف شو؟ شو؟ ما عاد بدي اشرب شيء، جايبني كرمال هيدا الموضوع. باي. عن جد ميرسي كتير فاتي، العشاء كان بطير لعقله، كل شيء كان كتير حلو. وبس؟ بس شو؟ انتي لاحظتي انه انا ما شربت ولا كاس الليله؟ اكيد لاحظت. وانت لاحظت انه فيك ما تشرب ولا كاس وتكون مبسوط وعم تضحك وكل شيء حلو؟ انا عم بعمل كل هذا الشيء مشانك. حاسس حالي كثير محظوظ ومتفائل كثير باللي جاي صراحه فادي. وانا كمان، بس مثل ما اتفقنا شوي شوي. تصبح خير. انت بخير. لا لا استاذ اسيل، انا ما بدي هيك ابدا. اذا هي مصره على الطلاق خلص انا بعطيها اللي بدها اياه، بس خليها هيك تاخذ شويه وقت بركي يعني ترجع بتفكر بالموضوع. تعال ماما تعال، خليها ترجع تفكر. انا خجلانه من ساره، بس ما بقى فيني روح على الجاليري، وخصوصا بعد اللي صار بيني وبين رحاب. اللي عملتيه ده كان لازم يحصل، بس انا مش قادر اتخيل واحد زي فريد نوحده ازاي يمشي مع ثلاث ستات في نفس المكان. غريبه الستات. اذا بتلاقي لي شغل بكون ممنونتك. انا كمان ما عدت ملاقي الوضع طبيعي. والله ما عارف اذا كنت اعرف اساعدك ولا لا. أنا أعرف الواحد بيموت وكل مشاكله بتموت معاه، إنما فريد نوح ده مات وفضايحه بتظهر لنا لغاية دلوقتي، يعني سود لنا حياتنا وهو عايش وهو ميت. معك حق. أنا ما لازم أنزعلكم مرقكم وقعدتكم بسببي وبسبب قصص قديمة. عن إذنكم. ماما ماما حبيبتي، وين رايحة تقضي لحالك؟ خليكي قاعدة معنا متسلين. معلش يا ماما، قعدي أنت وخطيبك شوي. أنا لازم أنزل وجيب شوية أغراض للبيت. طيب على راحتك. الصراحة أنا لازم أمشي. اقعد هاني حبيبي. ما بصير تحاكيها هيك لماما، حرام. أنت أكتر واحد بتعرف قديش انظلمت، صح ولا لا؟ بص يا ماسة، أنت أمك غلطت وغلطت غلط كبير ومحدش يغفر لها ده. إذا كان أبويا اللي مات لما بيكون غلطان بقطع فيه، أنت عايزاني أسامحها؟ آسف، مش مطالب مني إن أنا أحب واحدة حرقت قلب أمي الله يرحمها. وفكري في اللي أنا بقوله ده، تحس إن أنا معايا حق. سلام. لك يا رياض افتح بقى، عيب هيك. خليني احكي واشرح لك شو صار. اسمع كلامي، اذا ما عجبك كبه ورا ظهرك، بس عيب هيك بقى؟ عيب الناس عم تشوفني واقفه هون برا، ما حلو. هلا صرتي تعرفي العيب يا قليله الحياه؟ قالوا شو؟ حاملي هم انه عم بتقضي على البواب وخيفاني من الناس يشوفوها، خيفاني على صورتها. كنت فكري بهالشيء قبل ما تصاحبي على جوزك يا مدام. لك يا رياض يا رياض،
اسمعني شوي، خليني افسر لك. مش هيك القصه؟ عيب والله بعد كل هالعشره نحكي من ورا الباب. لك الناس رايحه جايه، عيب اللي رايح رايح واللي جاي جاي. جرستني. لك اللي راح راح، روحي معه انقلعي، ما بقى بدي اشوف صوره وجهك. تسمعي ولا ما بتسمعي؟ يا لك يا رياض خلص بقى، عيب. روحي روحي قلعي، انا لو عارفك بضاعه مضروبه من الاول ما كنت اشتريت، ولا كنت حطيت ايدي فيكي. يا عيب الشوم، لا بتستحي ولا بتخدم. لك كيف لك عين تحكي معي؟ كيف لك عين جاي لهون؟ روحي تشرشحي تشرشحي، دقي على الابواب، خلي الناس كلها تشوفي. اعتبرها مثل ما بدك، واسطه عم بتدخل بشي ما بيعنيني، ما خصني فيه، شو ما بدك. بس عم بقول لك شادي انه انا ما رح امشي من هون الا لا توعدني انك رح تقعد انت ومجد وتتصافوا. بليز. انت وكلامك على راسي من فوق، بس حتة ان انا اقعد مع الواطي ده مش هيحصل. بس انا فهمت منه انه اجا واعتذر منك. طب والله كتر الف خير انه اجي واعتذر. ما طبعا هيعتذر ويعتذر الف مره كمان، مش غلطان من ساسه لراسه. ان هو يعتذر دي حاجه، وان احنا نرجع صحاب زي الاول دي حاجه تانية خالص. انا ما بفهم ليه انت هالقد معند. في شيء؟ بقول لك ايه، انا مش عايز اي حاجه تربطني بالواد ده تاني، لا عايزه يعترف بيا ولا عايزه يعترف بعيلتي. يا ستي خليني انا بعيد احسن لي واكرم لي. بس هذا الحكي منه مزبوط. انت ما بدك هذا الشيء، لانه لو عن جد كان بدك اياه كنت من وقت ما تركت الشغل رجعت على مصر لعند اهلك. بس انت بعدك قاعد هون مزبوط ولا لا؟ شو مقعدك هون؟ عندك حق، انا جيت هنا عشان شغل ولا اخويا، والحوارات دي خلصت. بس في حاجات احسن حصلت مستاهله ان انا افضل قاعد يعني. طيب كتير منيح، هات نشوف، فرحنا معك، نحن بننبسط لك. شو مقعدك هون؟ انت طيب، عايز فاهمين انك مش حاسه بحاجه؟ مش شايفه اللي بيحصل مثلا؟ شو قصدك؟ ما بفهم. قصدي انك عجباني. صباح الخير. تفضلي، هذا المصروف. انت جاي تستعبطني ليش؟ انت يلي مصرة تخربيها على حالك. واخربها على حالي ازاي بقى؟ لانه كل الشيء الحلو يلي ما بقاش حلو يا امير. خلاص كان حلو وما بقاش حلو وما بقتش عايزاه. انت هيك بدك؟ ايوه. طيب مثل ما بدك. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. ما تقولي اللي جواكي، ما تقوليش اللي جواكي، بس عيونك بتقول ان في حاجه انت حاساها من ناحيتي. لا شادي، شادي مش اذا انا منيحه معك تفهمها انه انت بتعجبني. انا منيحه معك لانه انت منيح معي ومن الاول ما ضايقتني بشي. وعمري ما هضايقك، والله العظيم عمري ما هضايقك. اوكي ميرسي كثير منيح، بس بليز ما تفهمها غلط على انه انا حاسه شيء تجاهك. بس انا حاسس شيء تجاهك ومش محتاجه اخبيه، مش محتاجه الف وادور زي ما بقيت الناس بتعمل كل يوم برايي. شادي بس انا لا. ليه لا؟ مش فاهم. لانه هالشغلات ما فيها ليه. لا فيها ليه؟ اقول لك ليه؟ لان انا واحد فقير وغلبان، ما دخلتش جامعات وما اعرفش لغات، ومش كل يوم بجيبك بعربيه وبروح واحد بعربيه زي ولاد نوح. وفي الاخر انا خربتها على نفسي وشغال جرسون هنا. طبعا مش عاجبك، حقك. شادي انت بتعرف كتير منيح انه هالشغلات ما بتهمني وما بوقف عندها.
لا كل الناس بتقف عندها يا نايا. شادي عم بقول لك انه منه هيدا هو السبب. امال ايه السبب؟ بتحبي مكتب مثلا؟ لا عم تتمسخر. ايه لانه بحب ماجد. منيح هيك؟ مش بتمسخر انا اسف. انا اصلا مكسوف منك يعني. انا بس مش عاجبني الوضع اللي انا بقيت فيه وكده. الحمد لله قدري ونصيبي بقى. شادي شادي انا عم برجع اقول لك انه انت شاب كتير منيح وانا كتير بعزك، وبكره بتشوف كيف رح يزبط كل شيء بينك وبين مجد، ورح تشوف انه رح تيجي بنت ورح تحبك مثل ما انت بتحبها. اكيد. يا رياض افتح بقى، تكسر اجري انا واقفه، حاش حردين مثل بنات صغار. افتح لك فل من هون، ما بقى لي خلقك. الله يخليكي قلي من قدام الباب احسن ما امي ابتلي فيكي. ها ولي انت لو فيكي دم كنتي دفنتي راسك بالتراب. يا خيي ادفن لي راسي بالتراب بس خليني افسر لك الحقيقه، اقول لك شو صار بعدين اعمل اللي بدك اياه فيي. انفشرتي، ما راح اعطيكي هيدا الشيء، ما راح ريحك. روحي اضحكي عما بقى فيني، اضحكي لك على حدا غيري. انا بكفي اللي عملتي فيي، خلص بقى. يا رياض بشو بحلف لك انه والله بحبك وبعزك، افتح لي. حلوة هاي، شو رأيك تحلفي لي بغلاوة فريد نوح؟ منيحة؟ امبارح لما اتصلت فيكي كنتي نايمة؟ كان بدي نام. يا ريتك رديتي، كنت بس بدي لك تصبحي على خير. لو رديت عليك عن اكيد لاكيد تتمدد للصباح. بتمنى يا ريت. انت وحدي ما بتستحي، ما فيكي حياة بنوب. عم تحكي معي؟ ايه عم احكي معك وعم احكي معه. روق نور روق، ما بدك العصب. انت خليك على جنب، شو فكرة حالك عم تساوي انت؟ ما دخلك فيي نور. شو؟ شو بدك؟ لك على ليه استنوا طلع يا وقع يا قليل الاصل. لك اذا هي مثل رجلها انت شو؟ انت شو؟ مش مضطر اسمع هذا الكلام. جاوبني يا شو؟ انت شو؟ ما امير كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ شو صارين عم نشوفك بالصدفة؟ إيه صح، مشغولة شوي هالأيام. إيه طبعاً 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 أكيد مشغولة. بس أنا بعت لك أكثر من مسج ودقيت لك ما رديتي علي بنوب. آه عن جد؟ لأنه ما بعرف تليفوني يمكن خربان. يمكن خربان. ما معك مصاري تشتري واحد جديد؟ هي الحركات ما تعمليها علي بنوب. هذا اللعب أنا حذرتك، ما تلعبي معي. أنا؟ ما عم بلعب معك، وقلت لك انه انا مشغوله. بشو مشغوله؟ طلق نور؟ ليك لا تبلش. انا ما رح بلش حبيبتي، انا مبلش من زمان. على العموم يبدو انه هذا الشيء اللي بيني وبينك انت فعلا عم تستخدميه لحتى تخلي نور يغار، يعني عم تستغليني، مزبوط ولا لا؟ طيب شو عم تحكي يعني؟ يعني معقول هيك؟ امير شو رأيك نبقى أصحاب وحبابين مستظرفين بعض؟ نضل حبابين مثل ما بدك أنت، أنا تحت أمرك، أنت ما بتريدي. بالعكس نحن أكثر من أصحاب. يلا شوفي شغلك أوكي؟ حاكيني أبي أوكي؟ Thank you.
يا خويا يا